بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تعال 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 جعفر تعال درس لوي الدبار قضية موسى بيه جعفر تعال 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 الشريف يمكن عصور ندري لأن شخص علاج الواقع المزري ندار روح القضية وماخذ المظلوم لذلك كن قضية دولة القبور متهوم قتلهم يقضي ما يقدر قضية موسى بيه جعفر قتلهم يقضي ما يقدر قضية موسى بيه جعفر تعال 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 درس لوي الدبار قضية موسى بيه جعفر تعال درس لوي الدبار قضية موسى بيه جعفر تعال 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 لأن ما غش قليل يمكن عصر نضعه يدافع عن كيان الأم ويفديها وطير الرحمن غاية وما زهد بيها دليل العلم بين أسفار قضية موسى بيه جعفر دليل العلم أسفار قضية موسى بيه جعفر تعال 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 موسى بيه جعفر تعال درس لوي الدبار قضية موسى بيه جعفر تعال 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 تعال
جعفر ورفعوا بيرغ الأحمر قضية موسى بن جعفر. تعال 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 ادرس نوي الدبار قضية موسى بن جعفر. موسى بن جعفر